مجلس أمناء الحوار الوطني يستكمل جلساته لبحث تشكيل اللجان الفرعية ولائحة العمل. بيلوسي تنهي زيارة مثيرة للجدل إلى تايوان، والصين تتوعد برد حاسم وتبدأ تدريبات عسكرية. أولى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تواصل مسارها بعد تفتيشها برعاية الأمم المتحدة. الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. انطلق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع ضمن فعاليات الحوار الوطني لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وتضمن اجتماع اليوم إنهاء المجلس الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد السبت الماضي ثالث جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وثمن المنسق العام ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة. ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات 142 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 58 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 84 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية، من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح، تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت 116 طن أقماح محلية. وعودة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الرابع، ينضم إلينا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من الجيزة من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. رامي، نرحب بك. وضعنا في الأجواء لديك وأجندة الاجتماع. مرحبا بك يوسف وبكل متابعيك من مقر انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يجتمع اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسته الرابعة لمناقشة عدد من الموضوعات، وأيضا لطرح عدد من النقاط المتعلقة بالمادة 18، وأيضا نتحدث عن مجموعة من اللجان التي سوف تشكل من خلال هذا الاجتماع، اللجان الفرعية المتعلقة بالأمور والمتطلبات، وأيضا القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأيضا يعني تأكيدا على مبدأ إعلام الجمهور وأن نزاهة والشفافية في مجالس الحوار الوطني. أيضا يتطرق الاجتماع اليوم لعدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب السياسية، وأيضا طرح عدد من التحديات الاقتصادية أمام كل الحضور، وتوضيح اختلاف الرؤى، وأيضا الوصول إلى أجندة موحدة، وأيضا تشكيل عدد من اللجان الفرعية الخاصة بالحوار الوطني. عودة إليك مرة أخرى. شكرا زميل رامي محمد، وفي انتظار ما تسفر عنه اجتماعات المجلس مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعها الرابع. شكرا جزيلا رامي محمد. رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة تجديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين حتى 2 أكتوبر المقبل. وقالت الجامعة إن الهدنة ستتيح العمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اليمنيون في جميع أنحاء البلاد، كما تفتح المجال للبدء في عملية سياسية جادة لإنهاء الأزمة. بدورها رحبت المملكة العربية السعودية بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وثمنت المملكة في بيان لها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشيا مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. هذا وقد رحب عدد من الدول بتمديد الهدنة الأممية في اليمن شهرين إضافيين وتجديد الالتزام بها من كافة الأطراف. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الظروف الحالية تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص
يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق ترتكز على تغليب المصلحة العليا وطمأنة المواطنين وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي وتحصين البلاد. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي أكدت تأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين. رحبت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق يونامي بالدعوات لإجراء حوار وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة، وأكدت البعثة ضرورة إعطاء القادة في العراق الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية. كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي قد اعتبر أمس الأول أن العراق يشهد احتقانا سياسيا كبيرا، داعيا جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني. كما دعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها. غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان متوجهة إلى كوريا الجنوبية. من جهته رحب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بزيارة بيلوسي معربا عن أمله في تحقيق إنجازات خلال محادثات رئيسية بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي مع رئيس الجمعية الوطنية كيم جينج بيو. وخلال زيارتها إلى تايوان، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن بلادها لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان. وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة تايوان تساي إنغ وون إن الوفد الأمريكي جاء إلى تايوان ليقول إنه لن يتخلى عن التزام واشنطن تجاه تايوان، مؤكدة أن الكونغرس الأمريكي ملتزم بأمن تايوان وحقها في الدفاع عن نفسها. من المهم أن تكون الرسالة واضحة، يلتزم الكونغرس الأمريكي بنوابه الديمقراطيين والجمهوريين بأمن تايوان، وأن تكون تايبي قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. إن الأمر يتعلق أيضاً بقيمنا المشتركة للديمقراطية والحرية، وكيف كانت تايوان نموذجاً للعالم في هذا الشأن، لنظهر للعالم نجاح شعب تايوان وشجاعته لتغيير البلاد لتصبح أكثر ديمقراطية. إننا سندعمهم في ذلك ولن نتراجع. من جانبها قالت رئيسة تايوان إن بلادها لن تتراجع في مواجهة التهديدات، وأوضحت رئيسة تايوان أن بلادها متمسكة بالدفاع عن الديمقراطية، ومشيرة إلى أن زيارة بيلوسي لتايوان في ظل هذه الظروف هو إظهار لشراكة قوية مع الولايات المتحدة. من جانبها أكدت الصين أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستكون حاسمة، وستتحمل تايبي وواشنطن مسؤولية عواقبها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية خلال تصريح صحفي إن هذه الزيارة تنتهك مبدأ الصين الواحدة وتزعزع استقرار أراضي الصين. في سياق متصل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن التوحيد الكامل للصين مع جزيرة تايوان يعتبر حتمية تاريخية. وشدد وانغ يي على أن الصين لن تترك مجالا لعمل القوى الداعية لاستقلال تايوان، ومؤكدا أن كل الجهود التي تدعم بها الولايات المتحدة استقلال الجزيرة ستكلل بالفشل. تعد زيارة بيلوسي إلى منطقة تايوان مسرحية هزلية صريحة تحت ستار الديمقراطية. إن الولايات المتحدة عبر تلك الزيارة تنتهك سيادة الصين، كما أن ممارسات المسؤولين في تايوان من خلال محاولاتهم الاعتماد على قوة الولايات المتحدة في السعي للانفصال عن الصين هو أمر يعتبر خيانة للمصلحة الوطنية العامة للصين. لن تغير مثل هذه التحركات الإجماع الدولي على وجود صين واحدة فقط في العالم، ولا يمكنها عكس الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد البر الرئيسي وتايوان. أولئك الذين يلعبون بالنار لن يصلوا إلى نهاية جيدة، ومن يسيء إلى الصين يجب أن يعاقب. استدعت الصين السفير الأمريكي لديها وأبلغته احتجاجها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان. يأتي هذا فيما بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالتوازي مع فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ضد تايوان.
دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا. الصين ترد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان، ستدفع الثمن. هكذا توعدت الصين الولايات المتحدة بعدما استدعى السفير واشنطن لدى تايبي وأبلغت احتجاجها القوي على الزيارة، وقالت إن بكين لن تقف مكتوفة اليدين جراء تلك الزيارة. الخارجية الصينية أدانت الانتهاك الخطير للالتزامات الأمريكية حيال بكين الذي يقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين بحسب تعبيرها. من جهتها توعدت وزارة الدفاع الصينية بأعمال عسكرية محددة الأهداف عبر سلسلة من المناورات العسكرية حول جزيرة تايوان تبدأ من اليوم، تشمل إطلاق الذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين. وتشير الإحداثيات التي نشرها الجيش الصيني إلى أن جزءاً من العمليات العسكرية سيجرى على بعد 20 كيلومتر عن ساحل تايوان. من جهتها قالت تايوان وعبر المتحدث باسم وزارة الدفاع إن بعض مناطق المناورة الصينية تتداخل مع المياه الإقليمية لتايوان، معتبراً المناورة الصينية عملاً غير عقلاني يهدف إلى تحدي النظام الدولي. تداعيات الإجراءات الصينية عند حدود تايوان لم تتوقف، بل أعربت اليابان عن قلقها مشيرة إلى أن بعضها سينتهك منطقتها الاقتصادية الخالصة، في حين دعت كوريا الجنوبية إلى الهدوء. اقتصادياً أعلنت الصين تعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان، كما أعلنت وزارة التجارة تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان اعتباراً من الأربعاء دون إبداء أي تفسير. على صعيد ردود الأفعال، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب الصين. وأضاف لافروف خلال زيارته لميانمار أن زيارة بيلوسي إلى تايوان تعكس حرص الولايات المتحدة على الإثبات للجميع أنها لا تخضع لأي محاسبة. من جهته قال الاتحاد الأوروبي إن التوتر حول تايوان يجب أن يحل عبر الحوار. وأوضح الاتحاد أن عدم الحوار بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان قد يؤدي لعواقب سوء التقدير. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يسعى إلى تسوية التوترات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان من خلال الحوار وإبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة. تتواصل المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا في جزيرة سومطرة بمشاركة آلاف الجنود من الجانبين. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الهدف من المناورة التي تستمر أسبوعين وبمشاركة عدد من الدول الإقليمية هو تعزيز التعاون الإقليمي. جاءت هذه التدريبات متزامنة مع زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي في جولة آسيوية. إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة الأجنبية في منطقة ليفيف. تقول موسكو أنها تم تسليمها لكييف من بولندا. من جهة أخرى، أنهى الفريق الرباعي الدولي تفتيش السفينة رازوني المحملة بأول شحنة حبوب من أوكرانيا، حيث من المرتقب أن تواصل السفينة عقب هذا الإجراء رحلتها إلى الوجهة المقررة إليها. تطورات متلاحقة تشهدها الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت تلقي بظلالها على المشهد العالمي سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ميدانيا، أكد سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 8 صواريخ كروز من بحر قزوين على الأراضي الأوكرانية، أصاب أحدها مجمعا للدفاع الجوي في منطقة لفيف غربي البلاد. وفي ميكولايف البلدة القريبة من الجبهة جنوب أوكرانيا سمع دوي انفجارات قوي. وفي خرسون المجاورة، أول مدينة كبرى سيطر عليها الجيش الروسي، لا يزال الوضع متوترا. لكن أوكرانيا التي تخوض حاليا هجوما مضادا في الجنوب أعلنت أنها
استولت على أكثر من 53 بلدة هناك. من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة إرسال أسلحة جديدة إلى كييف بقيمة 550 مليون دولار لتصل بذلك مساعدتها العسكرية إلى أكثر من 8 مليارات دولار. وستشمل هذه المساعدات ذخيرة لمنصات صواريخ هيمارس و75 ألف قذيفة من عيار 155 مليمتر. وعلى صعيد اتفاق إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن هدف بلاده هو الاستمرار في التصدير، منتقدا روسيا التي تسببت حسب قوله في أزمة الغذاء العالمية من أجل استخدام الحبوب والذرة والزيت كأسلحة. من جهته، قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا إن 16 سفينة محملة بالحبوب تنتظر دورها لمغادرة أوديسا، الميناء الأوكراني الرئيسي الواقع على البحر الأسود، وكان يتركز فيه قبل الحرب 60% من نشاط الموانئ في البلاد. ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 من يوليو الماضي برعاية أممية باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي. وتنص الوثيقة على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب. في هذه الأثناء، قلل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من أهمية تصدير أول شحنة حبوب من بلاده منذ بدء العملية العسكرية في البلاد. وأوضح زيلينسكي أن السفينة تحمل جزءا صغيرا جدا من المحصول الذي يتعين على كييف تصديره، منوها إلى أنه يتعين على أوكرانيا تصدير 10 ملايين طن من الحبوب على الأقل للمساعدة بشكل عاجل في خفض عجز ميزانيتها البالغ 5 مليارات دولار شهريا. وأكد الرئيس الأوكراني أن الخسائر الاقتصادية التي تتحملها بلاده جراء الأزمة هي ضخمة، محذرا من محاولة موسكو عرقلة استئناف تصدير الحبوب من بلاده على الرغم من الاتفاق الدولي الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة. قالت الاستخبارات البريطانية إن القوات الروسية قد تنقل الأسلحة والمعدات إلى منطقة خرسون جنوب أوكرانيا عبر العبارات. وأكدت الاستخبارات البريطانية أن خرسون تعاني نقصا بالمواد الغذائية بعد قصف أوكرانيا جسرا رئيسيا بها، مشيرا إلى أن المنطقة قد تشهد نزوحا متزايدا بسبب نقص المواد الغذائية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية إقدام القوات الأوكرانية على استهداف حافلة تقل مدنيين كانوا يغادرون إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف في مقاطعة خرسون. اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بالمسؤولية عن عرقلة تسليم توربين لخط الغاز نورد ستريم 1. وأبدى المستشار الألماني توقعه بعدم التزام موسكو بعقود إمدادات الغاز لبلاده، وأشار إلى أنه اتخذ إجراءات عدة لتقليل الاعتماد على روسيا وتنويع مصادر الطاقة سريعا. كما أكد شولتس أنه بصدد اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود لتجاوز الأزمة، وسينعكس قطع الإمدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير سلبا على الاقتصادات الأوروبية. وتعد ألمانيا هي القوة الاقتصادية الأكبر في القارة والأكثر عرضة للأثر السلبي بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز من روسيا. صادق البرلمان الفرنسي على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. جاء ذلك بتصويت في الجمعية الوطنية بأغلبية 109 أصوات مقابل 46. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن فرنسا تنضم بذلك إلى 20 دولة حليفة صادقت على البروتوكولين. وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الـ30 العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة الخامسة من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع الهجوم. أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو مشروعا جديدا ممولا من كندا بقيمة 40 مليون دولار لمعالجة النقص في مخزون الحبوب في أوكرانيا. وذكرت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا أن هذه المبادرة ستسمح بتخزين 2,400,000 طن إضافية من الحبوب بين عامي 2022 و2023 جنبا إلى جنب مع الدعم الفني والمعدات ذات الصلة.
وتتوقع أوكرانيا حصاد ما يصل إلى 51 مليون طن و 1.1 طن من الحبوب، ومن إجمالي سعة التخزين البالغة 75 مليون طن تضررت 14% من مرافق التخزين. توقعت صحيفة الجارديان البريطانية أن تشهد معدلات التضخم في بريطانيا ارتفاعا فلكيا العام القادم على نحو غير مسبوق. وأضافت الصحيفة أن تقديرات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن هذا الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم سوف يدفع بنك إنجلترا إلى زيادة معدلات الفائدة لفترات أطول وبنسب أعلى من كل التوقعات السابقة. توقع رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو تشارلز إيفانس رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر إذا لم ينحسر التضخم. في إطار جهود الولايات المتحدة لمواجهة التضخم وتبعاته السلبية على الاقتصاد، توقع تشارلز إيفانز رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في سبتمبر، مضيفاً في الوقت ذاته أن زيادة قدرها 75 نقطة أساس قد تكون مطروحة أيضاً على الطاولة. وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 2.25% و2.50%. وشهد سعر الفائدة زيادة بلغت 225 نقطة أساس منذ مارس، بينما يخوض مسؤول المركزي الأمريكي معركة ضد تضخم جامح يظهر علامات قليلة على الانحسار في الأجل القصير. رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أشار كذلك إلى أنه يعتقد أن أسعار الفائدة سيتعين أن ترتفع إلى ما بين 3.75% و4% بحلول نهاية العام القادم، لكنه حذر من مسار سريع على نحو مفرط للوصول إلى ذلك النطاق. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد أعلن الأسبوع الماضي أن البنك المركزي قد يدرس زيادة أخرى وصفها بالكبيرة بشكل غير معتاد للفائدة في اجتماعه القادم في 20 و21 من سبتمبر. أوضح باول أن مسؤوليه سيسترشدون في صنع قرارهم بمزيد من البيانات المهمة التي تشمل التضخم والتوظيف وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي. أعلن رئيس سريلانكا رانيل ويكريمسينجا أن بلاده سوف تقدم خطة لإعادة هيكلة الديون لصندوق النقد الدولي ترمي إلى إتمام حزمة إنقاذ للخروج من أزمة اقتصادية جارية. وقال ويكريمسينجا في كلمة له أمام البرلمان إنه يتوقع إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بنجاح. وأوضح رئيس سريلانكا أن عملية إتمام خطة هيكلة الديون بدأت وستقدم الخطة للصندوق النقد الدولي. حذرت منظمة الصحة العالمية من انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي، حيث يواجه أكثر من 37 مليون شخص الجوع الحاد، ويعاني حوالي 7 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. تحذيرات دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بسبب انعدام الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي، مما ينذر بأوضاع كارثية في ظل أزمة نقص التمويل بالعالم. منطقة القرن الأفريقي التي تشمل العديد من الدول أهمها جيبوتي والصومال والسودان وأوغندا وكينيا يواجه فيها أكثر من 37 مليون شخص الجوع الحاد، كما يعاني حوالي 7 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. المنظمة الدولية
الدولية أوضحت أن ضمان استجابة قوية للطوارئ الصحية أمر ضروري لتلافي الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها، مشيرة إلى أنه يعد الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب أولوية مطلقة. وكالة الصحة الأممية نشدت الحصول على ما يقرب من 123 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة والحيلولة دون تحول أزمة الغذاء إلى أزمة صحية. أسباب هذه الأزمة الغذائية أرجعتها المنظمة الدولية إلى التغيرات المناخية والصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى جائحة كورونا، مما أدى إلى تفاقم واحدة من أسوأ حالات الجفاف في المنطقة في العقود الأخيرة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الأربع مواسم الماضية لم تهطل فيها الأمطار مثلما كان متوقعاً، كما توقعت المنظمة حدوث ذلك في الموسم الخامس أيضاً في الأماكن التي تعاني من الجفاف تستمر المشكلة في التدهور والتفاقم. أظهر مسح أن شركات القطاع الخاص غير النفطية في السعودية حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو الماضي، وإن كان متباطئا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج. وانخفض مؤشر ستاندر أند بورز جلوبال لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة في يوليو الماضي من 57 نقطة في يونيو. وانخفض أدنى من متوسط السلسلة البالغ 56.8 نقطة، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. عززت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس موقعها في السباق على رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، وذلك وفقا لأحدث استطلاعات الرأي. وأوضحت الاستطلاعات أن ليز وسعت الفارق بينها وبين منافسها وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، مشيرة إلى أن نحو 60% من الناخبين المحافظين الذين استطلعت آراؤهم سيصوتون لها مقابل 26 لسوناك. يأتي الاستطلاع الجديد بعدما أعلنت ليز عن خطة لتوفير أكثر من 10 مليارات يورو في أجور القطاع العام بعد ربطها بكلفة المعيشة بكل منطقة. هذا ومن المقرر أن يبدأ أعضاء الحزب التصويت لانتخاب خلفا لبوريس جونسون خلال أيام، ويستمر حتى 2 سبتمبر على أن تعلن النتيجة في 5 من الشهر ذاته. أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم منحة بقيمة 75 مليون يورو لتمويل استثمارات الشركة العامة لخدمات المياه المتكاملة الإيطالية في مقاطعة فاريزي، وتهدف هذه المنحة الأوروبية لمواجهة أزمة المياه بإيطاليا وتحسين جودة خدمات المياه المتكاملة وتقليل الفاقد، وذلك ضمن إطار اتفاقيات باريس وأهداف خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي للمناخ. من جهتها أشارت السلطات الإيطالية إلى أن الدعم الأوروبي سيساهم في تنفيذ برنامج استثمار الشركة بقيمة 151 مليون يورو، وذلك بهدف إحداث تأثير إيجابي في معالجة القضايا البيئية. أعلنت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية في 26 إقليما جنوب شرق البلاد بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد منذ الاثنين الماضي. وأضافت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية، لا سيما في إقليم أوكسيتاني في جنوب فرنسا. وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن معظم البلاد سوف تتأثر بدرجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الجديدة لعدة أيام في جنوب فرنسا. قالت الحكومة الهندية إن درجات الحرارة ارتفعت خلال فترة الرياح الموسمية في الهند هذا القرن، مشيرة إلى أن البلاد قد تشهد تكرارا لموجات الحر بشكل متزايد في المستقبل. وبداية من هذا العام حتى يوليو سجلت الهند 24 وفاة بسبب الحر، بينما لم تسجل أي وفيات العام الماضي بأكمله، مقارنة مع 25 وفاة في عام 2020، ومعدل وفيات مرتفع على مدى عدة سنوات بلغ 505 في عام 2019.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول مزيف ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيا. وشدد المركز على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يتم إلكترونيا بالكامل وداخل كنترولات مؤمنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صانعي ومروجي ذلك الفيديو. شهد وزير الاتصالات عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وإحدى شركات التمويل الاستهلاكي للتوسع في استثماراتها وحجم أعمالها في مصر. وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركة بالتوسع في حجم أعمالها بمصر وزيادة صادراتها من خدمات البرمجيات وتوفير فرص عمل إضافية لأكثر من 850 مهندسا في مصر، موجهة نحو تصدير برمجيات لعملائها في الخارج. كما تنص مذكرة تفاهم على أن تتعاون إتيدا والشركة في بناء قدرات الكوادر من خلال توفير تدريب متخصص في مجال البرمجيات والإلكترونيات. بحث وزير البترول طارق الملا مع وفد من شركة أكسون موبيل العالمية برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها في مجال تسويق وتوزيع الوقود بمصر. وتابع الوزير مع وفد أكسون موبيل خلال اللقاء برنامجها الحالي للتوسع في إقامة محطات خدمة وتموين السيارات، حيث سيتم تشغيل محطات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت سوق المال تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.3%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 87%، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 83%. أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم على ارتفاع ليعوض خسائر الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على أسهم دايكن إندستريز وشركات أخرى سجلت أرباحا قوية، كما ارتفع المؤشر نيكي بنسبة 53%، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 27%، وارتفع 108 أسهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 111 سهما. كشفت وكالة رويترز عن موافقة تكتل أوبك بلس على زيادة الإنتاج إلى 100,000 برميل يوميا من سبتمبر لمواجهة ارتفاع الأسعار. ورفعت أوبك الإنتاج بما يتماشى مع أهدافها بنحو 430,000 برميل و 650,000 برميل يوميا في الشهر خلال الأشهر الأخيرة. أهلا بكم من جديد. تحل اليوم 3 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة الذي ولد في القاهرة عام 1927 لأب مصري يعمل ضابطا في الشرطة وأم إيطالية. يعد رشدي أباظة من أكثر الفنانين شهرة ووسامة في مصر والوطن العربي، واشتهر بأعماله الفنية المتميزة التي حققت نجاحا كبيرا. قدامك يومين تدور فيهم على حد غيري. كمان ليك عين تقول الكلام ده؟ ده بدل ما تشكرني علي يا خيبة. أنا كنت واقف على الباب وسمعت التلبيخ اللي لبختيه. والله كان لازم تفهمني إن أنا عندي استفحس. بلاش جهل، اسمه استبحس. جهل؟ يا سلام، في حاجة في الدنيا اسمها استبحس؟ أنت إيش فاهمك في الطب؟ ثم ده مش الموضوع. رشدي أباظة اسم لمع وتلألأ
فحفر في ذاكرة مصر الفنية. ولد رشدي أباظة في 3 أغسطس من عام 1926 من أب مصري وأم إيطالية. حصل على البكالوريا من كلية سان مارك بالإسكندرية، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية بسبب عشقه للرياضة. بدأ أباظة حياته الفنية حينما أسند إليه دور مهم في فيلم المليونيرة الصغيرة في عام 1948 مع النجمة فاتن حمامة. وبعد الفيلم انشغل أباظة عن التمثيل، لكنه عاد بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام، منها دليلة ورد قلبي وموعد غرام وجعلوني مجرما، قبل أن يلمع نجمه مرة أخرى في فيلم امرأة على الطريق، وتلاه عدد من الأفلام القيمة منها جميلة وواسلاما وشيء في صدري وأريد حلا وصراع في النيل، بالإضافة إلى الرجل الثاني وغيرها من الأفلام. كل شيء ولو آخر. أنا عايش معاك في سجن يا سمرة، وانت السجان اللي بيعد عليها كل خطوة، كل حركة، كل نفس. تفتكر لحد إمتى هستحمل الحياة بالشكل ده؟ يمتلك أباظة من رصيده الفني أكثر من 100 فيلم خلال مسيرته التي امتدت حتى عام 1980. وفي 27 من يوليو من عام 1980 توفي رشدي أباظة عن عمر يناهز 53 عاما، ليسدل الستار على مسيرة فنية حافلة لأحد أهم نجوم الفن المصري. جيهان الشريف فنانة من طراز خاص استطاعت أن تتحدى الإعاقة بأعمالها الفنية المتميزة. وتحلم جيهان بوجود مرسم خاص بها حتى تستطيع أن تبدع في رسم الكثير من اللوحات الفنية مستقبلا. تحدت الكرسي المتحرك بالأعمال الفنية ووجدت فيها متنفسا ساعدها على الخروج ومواجهة صعوبات الحياة. موهبتي في الرسم بدأت وأنا عندي 13-12 سنة. كنت بحب ان انا ارسم عين، مناخير، بق، بس ما كانوش بيجوا دايما مظبوطين معايا. مع الايام واحده واحده ومع الايام تعلمتها، وتعلمت ان انا اعرف اجمع الوش على بعضه وارسم لها الشعر، ولحد ما تعلمت ان انا ارسم بورتريهات، وبقيت ماشيه في الموضوع ده واحده واحده يعني. وتحلم جيهان بوجود مرسم خاص بها حتى تستطيع أن تبدع في رسم الكثير من اللوحات الفنية مستقبلاً وعرضها بشكل مستمر. والدي بيدعمني دايماً بالمادياً ومعنوياً يعني، بس والدتي ساعات بقى بتبقى صعبان عليها تعب، هي فاكرة أن ده بالنسبة لي تعب، ما تعرفش أن ده راحة نفسياً. فكل يعني كل ما تيجي تقولي مثلاً استريحي ولا سيبكي من الموضوع ده بقى ولا مش عارف إيه أنت كبرتي، أقول لا سيبها تعمل اللي عايزاه، ما توقفهاش، سيبها اللي تعمل اللي عايزاه، وبيدعموني بجد، محدش فيهم بيقف قدامي. ونمت جيهان موهبتها من خلال التعرف على عالم الرسم منذ أن كانت طفلة لتعلم نفسها بنفسها، حتى أصبحت ترسم لوحات وبورتريهات كاملة لتتكسب بها من خلال بيعها للمواطنين بأسعار رمزية. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، إحدى جميلات السينما المصرية. ومنذ ظهورها الأول عام 1964 حفرت اسمها في تاريخ السينما العربية بالعديد من الأعمال السينمائية والدرامية. تركت الفنانة مديحة كامل مسيرة فنية كبيرة تنوعت بين السينما والتلفزيون وأيضا المسرح، إلى أن رحلت عن عالمنا عام 1997 بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 49 عاما. انتهت أخبارنا، وبقي تذكير بأهم ما جاء فيها. مجلس أمناء الحوار الوطني يستكمل جلساته لبحث تشكيل اللجان الفرعية ولائحة العمل.
بيلوسي تنهي زيارة مثيرة للجدل إلى تايوان، والصين تتوعد برد حاسم وتبدأ تدريبات عسكرية. أولى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية تواصل مسارها بعد تفتيشها برعاية الأمم المتحدة. انتهت نشرتنا، أتتكم من التلفزيون المصري. شكراً على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.